السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل العيش الفينو بتاع الفرن. العيش الفينو ليه كذا عجينة، بس النهاردة هنعمل اللي احنا بنشتريه من الفرن، وكمان هنزود فيه الحليب علشان يبقى فيه غذاء اكتر. بوصفة سهلة جدا، والمقادير معانا عندنا كلنا في البيت. معانا 3 كوبايات دقيق، دقيق جميع الاغراض، جميع الاستعمالات، اللي هو الدقيق القوي. ومعانا 3 معالق سكر كبار، معانا معلقه صغيره ملح، معانا نص كوبايه حليب، معلقه كبيره خميره، ربع كوبايه زيت، ومحسن خبز. المقادير سهله جدا، ونبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الدقيق معانا، هنحط عليه الملح، معلش انا قلت معلقة صغيرة، لا هي نص معلقة. محسن الخبز اهو مش كتير، حبة كده. هنقلب كل الحاجات الجافة دي مع بعض كده. هنحط اللبن، هنحط الزيت، هنعجن بقى. عندنا مية للعجن هنكمل بيها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير كاملة انا بكتبها في الوصف تحت الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعجن كويس. بنزود المية بالراحة لحد ما العجينة تلم معايا. اهي العجينة بعد ما لمت معايا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعجن فيها كويس قوي، مش اقل من 10 دقايق، ربع ساعة، لحد ما تنعم قوي. اتنيني اعجن ولت فيها، طول ما هي بعمل كده تتقطع، دي كده ما اتعجنتش. طول ما اعمل كده اهو تتقطع، دي ما ينفعش كده. اتنيني اعجن فيها لحد ما اعمل لها عرق قوي جدا زي ما هنشوف مع بعض. ادي العجينة اهي بتاعتنا بعد ما عجناها اهي كده. هنجيب بولة وهندهنها زيت. كده. هنغطيها كده اهو.
وهنسيبها تخمر لحد ما يضاعف حجمها، او هنسيبها تخمر لمدة ساعة الا ربع ونشوفها تاني. العجينة بتاعتنا اهي بعد ما سبناها تخمر معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نقطعها كور. بسم الله الرحمن الرحيم. على حسب حجم الرغيف اللي انت عايزاه، كبير صغير، بس انا النهارده هنعمل الرغيف صغير، مش عايزين رغيف كبير، هنعمله العيش اللي هو الصغير ده اللي في السمسم، يبقى على قد الساندوتش احسن من ما يبقى رغيف طويل ونقطعه نصين. انا هوزن اهو، هنبتدي نوزن. هنعمل وزن الرغيف 80 جرام اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ايدي فيها زيت، اهو بكور. هنخلص الكمية اللي عندنا دي كلها وبعدين هنشوف هنعمل فيها ايه. كده بعد ما قسمت العجينة بتاعتي على 10 كور، اهي طلعتلي 10 كور، هغطيها ونسيبها تخمر تاني لحد ما يتضاعف حجمها، وبعدين نرجع نشوف هنشكلها ازاي. العجينة بتاعتنا اهي بعد ما كورناها وسبناها تخمر، هنبتدي بقى نشكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده على الوش الناعم اهو، بعوز ايدي زيت. بعد كده بقلبها، بفردها كده على شكل بيضاوي شوية وبعدين الفها كده. امسك القفلة دي اهو، اقفلها. اهو ادي شكل الرغيف بتاعنا اهو صغير. نعمل واحد تاني على الوش اللي فوق ده اهو،
ايدي متعصى زيت كده اهو، هبطط بعدين اقلبها. عاملها كده بشكل بيضاوي اهو، وبعدين الف فيها كده اهو. اقفل اقفل كويس عشان ما يفتحش مني اهو. وبعدين اعدلها اهي، وبعدين الفها شكل الرغيف كده بره. ادي الرغيف اهو. عندي صاج مدهون دهناه زيت اهو، هبتدي ارص الرغيفة كده. اهو اكمل ونشوف هنسويه ازاي. ادي العيش بتاعنا اهو، بعد ما شكلناه هنغطيه ونسيبه يخمر لحد ما يتضاعف حجمه، وبعدين نرجع نسويه. عندنا العيش بتاعنا اهو بعد ما خمر، هجيب عندي لبن عليه شوية ملح ليمون صغيرين علشان يتقل معايا، وهحط عليه شوية زيت صغيرين، وهدهن العيش بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنرش كده بعد ما دهناه، هنرش عليه السمسم وحبة البركة. عندنا الفرن بتاعنا مشغلينه على درجة حرارة 200 قبليها بربع ساعة في صينية المية في قعر الفرن على الصاجة بتاعة الفرن، وهندخله يتخبز وهنشوف هيبقى عامل ازاي. ادي العيش بتاعنا اهو بعد ما برد، طري اهو جميل ما شاء الله اهو اهو. هنقطعه مع بعض. اهو بصوا ما شاء الله اهو، طري وفي منتهى الجمال، ريحته حلوة قوي اهو. مفهوش لبابة، بصوا طري ازاي وجميل ازاي. بصوا اهو مفهوش لبابة كتير، في منتهى الجمال. يبقى كده على قد سندويتش، مش نصص ولا حاجة يتحشي، يبقى في المدرسة في منتهى الجمال. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد، وان شاء الله نتقابل في وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.